نشرة المنتصف مباشرة من قناة الجزائر الدولية، أهلا بكم. والبداية بأبرز العناوين. الناخبون الجزائريون يدلون بأصواتهم في الانتخابات المحلية ضمن مسار إرساء المؤسسات. الرئيس الجزائري يبدي أسفه من إمعان المغرب في التطبيع مع الكيان الصهيوني ويؤكد أن القمة العربية بالجزائر ستكون قمة جامعة. أوميكرون، السلالة الجديدة لكورونا قد تعيد الأمور إلى نقطة الصفر. أهلا بكم من جديد. يدلي أزيد من 23 مليون ناخب جزائري اليوم بأصواتهم في الانتخابات المحلية لتجديد المجالس البلدية والولائية في محطة تشكل مرحلة هامة لإرساء دعائم المؤسسات الجديدة، وتعد هذه الانتخابات المحطة الثالثة في عهد رئيس عبد المجيد تبون الذي تعهد بتغيير كل المؤسسات الدستورية الموروثة عن 20 سنة من فترة الحكم السابقة. يدلي الجزائريون اليوم بأصواتهم لاختيار المجالس البلدية والولائية لعهدة تمتد لخمس سنوات، وحسب السلطة المستقلة للانتخابات فإن عدد الناخبين قد بلغ 23 مليون و717 479 ناخب. تحظى الانتخابات المحلية بأهمية خاصة لدى الناخبين الجزائريين، حيث أن المنتخبين للمجالس البلدية والولائية يعدون المسؤولين الأقرب من المواطن، ويشارك في هذه المحليات 115,230 مرشح للمجالس البلدية و 18,993 للمجالس الولائية عبر الوطن. أما من الناحية التنظيمية فستجرى هذه الاستحقاقات تحت أعين 1,228,580 مؤطر و 182,981 ملاحظ تابعين للأحزاب السياسية المشاركة، والمقدر عددها 50 حزباً معتمداً كانت قد سحبت استمارات التوقيعات الفردية سابقاً. عملية التصويت كانت قد انطلقت الأربعاء الماضي بالنسبة للمكاتب المتنقلة عبر 16 ولاية طبقاً لأحكام القانون المتعلق بالانتخابات. للحديث أكثر حول هذا المسار الانتخابي الذي تشهده الجزائر ينضم إلينا مباشرة من مدينة وهران المحلل السياسي الأستاذ في العلوم السياسية والعلاقات الدولية محمد محوز. أهلا وسهلا بكم دكتور. أهلا وسهلا أختي الكريمة، تحية طيبة لك ولجميع مشاهدي قناة الجزائر الدولية. أهلا بك. إذن دكتور، بداية، تعد هذه الانتخابات المحطة الأخيرة في مسار إرساء المؤسسات، برأيكم فيما تكمن أهمية هذه الانتخابات المحلية تحديدا؟ فعلا هي انتخابات على درجة كبيرة من الأهمية لعدة معطيات سياسية ودستورية كثيرة. لعل المعطى الدستوري الأول هو استكمال المسار إعادة بناء مؤسسات النظام السياسي التي تعطلت بفعل الممارسات السيئة للنظام السابق طيلة 20 سنة، واستشراء الفساد واستشراء الكثير من الظواهر السلبية التي أثرت على علاقة الحاكم بالمحكوم. إذن بناء إعادة بناء مؤسسات الدولة يتطلب استكمال هذا المسار، خاصة على المستوى القاعدي الذي يشكل الحلقة الرئيسية في تحسين جودة العلاقة بين الحاكم والمحكوم من جهة. المسألة الثانية المرتبطة أيضا في الموضوع السياسي إلى جانب الموضوع الدستوري، المرتبطة بإعادة تشكيل الخارطة السياسية والحزبية في الجزائر، لأن المحتوى الأيديولوجي للعملية السياسية يحتاج إلى ضرورة تجديد روحي وحياتي وخارطة العمل السياسي في الجزائر، مثل ما نلاحظ من خلال القوائم الانتخابية للعديد من الأحزاب السياسية وحتى للقوائم الحرة. هناك نوع من الاندفاع المحمود، الاندفاع الذي يجب أن أخذها بعين الاعتبار لطبقة ولمجموعة كبيرة من الشباب لولوج الحياة السياسية ولمحاولة مشاركتهم في عملية بناء النظام السياسي وفي محاولة
تجديد روحي، الوحدات القرارية المكلفة بمهمة خدمة الصالح العام والمكلفة بمهمة النظر في مختلف المشاكل اليومية للمواطنين. أعتقد بأن هذه الهيئات القاعدية على مستوى المجالس المحلية البلدية والولائية ستمثل رسالة حقيقية في محاولة إعادة هيبة الدولة على المستوى الإقليمي. طيب دكتور محفوظ، عادة ما نرى أنه تشهد الانتخابات المحلية إقبال كبير وواسع من قبل الناخبين، في رأيكم ما مرض ذلك؟ هل بالنظر لقرب المنتخبين المحليين من المواطنين وانشغالاتهم؟ أكيد أن المهام المنوطة بالمجالس المحلية ترتبط بالنظر في مختلف الانشغالات اليومية للمواطن. هناك نقطة التماس مباشرة بين المنتخبين المحليين وعموم المواطنين، وعلى هذا الأساس تسهل عملية التعبئة للسلوك التصويتي في العملية السياسية. لكن دعيني أختي الكريمة أن أشير إلى نقطة مهمة لابد أن نأخذها بعين الاعتبار طيلة هذا المسار. لا يجب أن تقتصر عملية إشراك المواطن في الحياة السياسية بصفة عامة على السلوك الانتخابي. فعلا أصبحت نسبة المشاركة تشكل هاجسا حقيقيا بالنسبة للنخبة السياسية بصفة عامة، من منطلق أن ظاهرة العزوف الانتخابي تؤثر بشكل كبير على شرعية النظام السياسي، وبالتالي لابد أن نلتفت إلى ضرورة دفع المواطن نحو المشاركة ونحو التفاعل الإيجابي مع مدخلات ومخرجات النظام السياسي، نحو التفاعل مع قرارات النظام السياسي، نحو المشاركة أو ما يسمى بتعزيز الديمقراطية التشاركية التي تسمح أن تجعل للمواطن أو أن تجعل من المواطن عنصرا رئيسيا في عملية صناعة القرار وفي عملية تسيير مثل هذه الهيئات الدستورية على المستوى المحلي، لما لها من أهمية. أعتقد بأن مسألة المشاركة السياسية يجب أن تتجاوز المفهوم الضيق للسلوك الانتخابي. حتى وإن كنا سنشهد خلال هذه الانتخابات نهار اليوم تغيرا في نسبة المشاركة مقارنة بالانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية، لكن لابد على صانع القرار أن يلتفت إلى ضرورة أخذ مسألة المشاركة السياسية بمفهومها الواسع، المشاركة في عملية صناعة القرار، بمحمل من الجد، لأن إشراك المواطن في العملية السياسية بصفة عامة يوفر للنظام السياسي قاعدة شرعية رسالة تمكنه من الاندفاع خارجيا، وتمكنه أيضا من إطباع الشرعية على عمله السياسي وعلى عملية صناعة القرار. طيب دكتور محوز، رأينا نمط جديد من الاقتراع في هذا الانتخابات اللي يعتمد على القائمة المفتوحة وبتصويت تفضيلي، ما رأيكم في هذا النمط الجديد؟ أكيد أن هذا النمط من بين أو أولى الإيجابيات المترتبة عنه أنه سيساعد على في مواجهة ظاهرة الفساد السياسي، في مواجهة استئثار الأحزاب السياسية بتشكيل القوائم الانتخابية من جهة، وأيضا بتحديد مراكز المترشحين في قوائمهم الانتخابية. أعتقد بأن هذه الأداة وهذا النمط الجديد في نظام الانتخابات سيتمكن المواطن من اختيار الرجل المناسب في المكان المناسب إن صح التعبير، سيمكن المواطن من إيصال صوته وحقيقة توجهه في اختيار وفي اختيار تفضيلاته إلى الأشخاص الذين يعبرون من وجهة نظره عن طموحاته، يعبرون من وجهة نظره عن أهليتهم لشغل هذا المكان السياسي وهذا المكان الاجتماعي إن صح التعبير، خاصة كما قلنا على مستوى المجالس المنتخبة المحلية، من منطلق أن المواطن لديه انشغالات معينة محددة واضحة المعالم ترتبط ارتباطا مباشرا بالبرامج المعلنة من قبل المترشحين من أجل وضعها محملة، وضعها موضع العمل، وضعها موضع التجسيد من أجل الاستجابة لمختلف تطلعات المواطنين، وهذا ما يمكن أن يسمح به هذا النظام الجديد في عملية الاقتراع. طيب دكتور، وبالفعل هذا الجواب يقودنا إلى السؤال الأخير اللي رأينا قبل قليل تصريحات لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون عندما تكلم على منح صلاحيات أوسع للمجالس المحلية المنتخبة، هل تكفي هذه التعهدات من أجل الخروج من التسيير النمطي لهذه المجالس؟ لا أختي الكريمة، أكيد أن عملية التحول السياسي أو مسار العمليات التحول السياسي التي أخذت فيها الجزائر منذ سنة 2019 هي مسار مستمر وطويل، أيضا يتطلب مجموعة من فتح مجموعة من الورشات التي سبق وذكرت بأنها ستمثل رهانا رئيسيا بالنسبة للغرفة السفلى من المربلمان بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني. إذن السلطة التنفيذية في تعاملها وتفاعلها مع السلطة التشريعية أكيد أنها ستكون أمام في الوقت القريب وفي الوقت وعلى المدى
هذا المنظور أمام ضرورة فتح مجموعة من الوشائط المرتبطة بإصلاح بعض القوانين على وفي مقدمتها قانون البلدية وقانون الولاية، بما يسمح بتأهيل هذه المؤسسات، بما يسمح بإصلاح تسيير هذه المؤسسات، بما يساعدها على العمل الوظيفي الآلي المحلي الذي يمكنها من كسب الآليات المتنوعة التي تكفل لها النظر في مختلف الانشغالات، التي تكفل لها أداء سياسيا وأداء محليا مرموقا يستجيب لمستوى تلك التطلعات. إذن تعديل قانون البلدية والولاية لابد أن يستجيب لمختلف التغيرات الحاصلة على مستوى الساحة السياسية، على مستوى أداء النظام السياسي، وعلى مستوى أيضا المتغيرات الخارجية التي طرحت أمام صانع القرار الجزائري الكثير من الرهانات المرتبطة بالتمدد الخارجي الذي لا يمكن أن يكون دون وجود قاعدة محلية داخلية رصينة تكون بوجود مؤسسات محلية قوية تسمح بالنظر في مختلف الانشغالات وتكون في مستوى الاستجابة لمختلف تطلعات المواطن. دكتور محوز، نشكرك على هذا التدخل من خلال قناة الجزائر الدولية، شكرا لك. دائما في موضوع الانتخابات المحلية التي تشهدها الجزائر، أدى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون واجبه الانتخاب اليوم بمدرسة أحمد عروة بسطولي غربي العاصمة. هذا والجزائر من خلال هذا اليوم تستكمل بالانتخابات المحلية مسار بناء مؤسسات الدولة. من جانبه أدلى الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمن بصوته في هذه الانتخابات بمدرسة محمد فتوش ببر خادم بالعاصمة. الوزير الأول الجزائري قال إن هذه الانتخابات موعد لإفراز شخصيات كفيلة بتحقيق التنمية المحلية. ونتمنى إن شاء الله أن تكون تفرز هذه الانتخابات عن اختيار الأشخاص المناسبين الذين سوف يتكفلون بإعطاء نفس جديد في تسيير الجماعات المحلية وبلوغ مستويات النمو الذي نرجوه جميعا حتى نخرج من بؤرة التسيير الغير عقلاني الذي شهدته هذه الجماعات المحلية في ما سبق. وطبعا هذا الفارق يتوقف على اختيار الكادر البشري الذي سوف يحدث هذه الطفرة التي نتمنها جميعا. كما أدلى وزير الخارجية الجزائري رمضة العمامرة بصوته في انتخابات المجالس الشعبية الولائية والبلدية التي تشهدها البلاد، وقال العمامرة في تصريح للصحافة عقب انتخابه إن هذا الموعد يمثل آخر محطة في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة، مضيفا أنه حدث هام لما للمجالس المحلية من تواصل مباشر مع المواطن. هذا الحدث بالذات يعتبر استكمال لبناء دولة المؤسسات وصرح المؤسسات المنتخبة، وبهذا يكون صرح المؤسسات الديمقراطية المنتخبة قد استكمل على أن يتوج بطبيعة الحال بتشكيل مجلس الأمة قريبا إن شاء الله. وبالنسبة لهذا اليوم الذي وصفته أنه يوم كبير في تاريخنا المعاصر، أتمنى أن تكون المستوى المشاركة كبيرة، لأن المجالس الشعبية البلدية والولائية مهتمة مباشرة بحياة المواطنين وتسهر على الاستجابة لحاجيات المواطنين في شتى المجالات. قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال لقائه الدوري مع بعض ممثلي وسائل الإعلام الجزائرية إنه يأسف لاتفاق المغرب مع الاحتلال الإسرائيلي، وأكد أن تهديد المغرب الجزائر خزي وعار. في العلاقات القديمة الجديدة بين المغرب والكيان، نأسف لأول مرة منذ 1948 لما تخلق الكيان هذا وزير من هالكيان يجي بلد عربي ويهدد بلد عربي واحد آخر، خزي وعار.
وبخصوص القمة العربية التي ستعقد بالجزائر، أكد رئيس الجزائري أنها ستكون قمة جامحة والجزائر لن تكرس التفرقة بين العرب، مشددا على أن علاقة الجزائر مع كل الدول طيبة وعادية إلا مع من أراد أن يعاديها. سوريا ستكون حاضرة سيادة الرئيس حسن؟ من المفروض احنا إذا كان نديروا قمة عربية لازم تكون قمة جامعة، إن شاء الله تكون انطلاقة جديدة للعالم العربي اللي راه ممزق. نتمنى يكون اجتماع شامل، الجزائر ما تكرسش التفريقة تاع العرب. هذا هو الهدف الرئيسي تاع الاجتماع الجامع. احنا دولة دائما نجمع الفرقاء. اعتبر رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أحمد الريسوني الجمعة أن العلاقات مع إسرائيل لن تضيف للمغرب إلا الاختراق والتوريط وصناعة العملاء. وقال العالم المغربي الريسوني في مقال نشره عبر موقعه الإلكتروني تحت عنوان المغرب الرسمي في مفترق طريقين إن العلاقة المغرب مع العدو الصهيوني لم تعد كما قيل لنا قبل سنة مجرد اعتراف بدولة الاغتصاب مقابل اعتراف الرئاسة الأمريكية بسيادة المغرب على الصحراء، ولم تعد مجرد استئناف للعلاقات الدبلوماسية، بل هي الآن تنغمس تماما في العشق الحرام مع العدو الصهيوني وتفتح له كافة الأبواب، اتفاقيات شاملة، زيارات متلاحقة، وغزوات صهيونية لا تبقي ولا تذر على حد وصفه. أعلنت حركة حماس الفلسطينية أنها ستعمل على حشد مواقف داعمة للقضية الفلسطينية لمواجهة القرار البريطاني بحظر الحركة بجناحيها السياسي والعسكري وتصنيفها منظمة إرهابية. يأتي ذلك بعد مصادقة البرلمان البريطاني على مشروع وزارة الداخلية البريطانية لاستصدار القرار. من وعد بلفور الذي اجتمعت فيه المصالح الصهيونية والاستعمارية في مقدمتها بريطانيا في ذلك الوقت، وتم بموجبه منح الكيان أرضا انتزعت بالقوة من الشعب الفلسطيني، إلى إعلان لندن رسميا حركة حماس منظمة إرهابية وحظرها في المملكة، خطوة فسرها محللون بانحياز واضح للكيان للضغط على الحركة بشأن تبادل الأسرى والحصار المفروض على غزة. ردا على القرار البريطاني بشأن حظر حماس واعتبارها إرهابية الذي أعاد إلى الأذهان قرارات معادية أصدرتها لندن اتجاه فلسطين، أعطت الحركة توجيهات للعمل على حشد مواقف داعمة للقضية الفلسطينية على المستوى العربي الإسلامي والدولي من أجل مواجهة القرار الأخير بحقها الذي اعتبرته انتهاكا صارخا لكل الأعراف والمواثيق الدولية ودعما لمشروع الاحتلال. القرار البريطاني الأخير الذي اعتبره بعضهم منحازا للاحتلال الإسرائيلي وصفته حماس بأنه جريمة ضد الشعب الفلسطيني، سبقه إجراء مماثل من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قوبل بالترحيب من الكيان الصهيوني. رفض الرئيس التونسي قيس سعيد اتهامات معارضيه بتعليق العمل بالدستور عقب القرارات الاستثنائية التي اتخذها في وقت سابق، ونفى سعيد خلال لقائه بوزير الداخلية توفيق شرف الدين اعتقال أي شخص على خلفية انتمائه السياسي أو المساس بالحرية الفردية، في حين اتهمته حركة النهضة بالعجز عن حل مشاكل البلاد وطالبت بانتخابات مبكرة. تتجدد الاتهامات والتلاشقات بين الرئيس التونسي قيس سعيد ومعارضيها. سعيد يرفض استهدافه من خصومه وينفي تعليق العمل بوثيقة الدستور، فيما يتهم أطرافا بخلق أزمات سياسية ويتوعد بكشف من وصفهم بالمتواطئين مع الخارج لضرب استقرار الدولة. علما مرة أخرى لمن يتناسى أنه لم يتم تعليق العمل بالدستور، لم يتم تعليق العمل إلا بالدستور نفسه بناء على ما نص عليه الدستور. وبالعودة إلى أوضاع الحرية في البلاد، أعاب الرئيس التونسي الاتهامات الموجهة له مكذبا اعتقال أي شخص بسبب موقفه أو انتمائه السياسي، فيما أكد أن هذه الأطراف هي نفسها التي تتطاول على مؤسسات الدولة والقضاء سيكون لها بالمرصاد. يقولون كل يوم تقريبا أن هناك مسا بالحريات وبالحقوق، لم يتم المساس بالحريات ولا يمكن أن يعود التاريخ إلى الوراء.
ويبدو أن الخطابات التصعيدية والصراعات السياسية لن تتوقف بين الرئيس التونسي ومعارضيها، فحركة النهضة تواصل انتقاداتها لقرارات الرئيس بسبب ما تصفه بالخيارات الغامضة والسياسات الارتجالية العرجاء التي يواصل العمل بها، وتقول إن إجراء انتخابات مبكرة وتنظيم حوار وطني مستعجل سيكون بداية لحل الأزمة الحاصلة. على صعيد آخر، يلقي التوتر السياسي والاقتصادي الذي تعيشه تونس بثقله على الوضع الأمني، حيث شهدت العاصمة التونسية إحباط عملية إرهابية كانت على وشك استهداف مقر وزارة الداخلية. ويظهر جليا بحسب متابعين أن غياب الاستقرار السياسي يؤثر على توجه السلطات نحو مواصلة تجفيف منابع الإرهاب في البلاد. قالت وزارة الإعلامية السودانية في بيان في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت أنه تم الإفراج عن وزير شؤون مجلسي الوزراء السوداني السابق خالد عمر يوسف وآخرين بعد أقل من يوم من بدء إضراب عن الطعام. كما أفرج أيضا عن حاكم ولاية الخرطوم السابق أيمن نمر وعضو فريق مكافحة الفساد ماهر أبو الجوخ، فيما لا يزال عديد السياسيين البارزين معتقلين. وكان حزب المؤتمر السوداني قد قال إن عددا من المعتقلين بدأوا إضرابا عن الطعام احتجاجا على استمرار اعتقالهم رغم توقيع اتفاق بين القادة العسكريين ورئيس الوزراء المدني عبد الله حمدوك يقضي بالإفراج عن جميع المعتقلين المدنيين. عبرت واشنطن عن قلقها البالغ إزاء التصعيد العسكري بإثيوبيا ودعت لإجراء مفاوضات عاجلة بشأن الأزمة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيت برايس إن الوزير أنتوني بلينكين يشعر بقلق بالغ إزاء التصعيد العسكري بإثيوبيا ويدعو إلى إجراء مفاوضات عاجلة بشأن الأزمة. في وقت تحتدم فيه المعارك بإثيوبيا بين القوات الحكومية ومقاتلي جبهة تحرير تيغراي، ما تنفك واشنطن تصر على التأكيد أن الدبلوماسية هي الخيار الأوحد لوقف الصراع في هذا البلد الإفريقي. عبر الوزير بلينكن عن قلقه البالغ إزاء مؤشرات التصعيد العسكري المقلق في إثيوبيا، وشدد على الحاجة إلى التحرك العاجل لإجراء مفاوضات. السفارة الأمريكية في أديس أبابا قالت في وقت سابق أن الوضع الأمني في إثيوبيا يستمر في التدهور، وحثت الأمريكيين على المغادرة فورا باستخدام الخيارات التجارية المتاحة. وبينما تتصاعد حدة المعارك بين الجيش الإثيوبي وجبهة تحرير تيغراي، قال رئيس الوزراء أبي أحمد في أول ظهور له من جبهات القتال إن جيشه حقق ما وصفها بانتصارات كبيرة على جبهة تيغراي. حققنا انتصارات كبيرة ومعنوية الجيش الإثيوبي جيدة جدا. حررنا المناطق التي كانت قد احتلتها الجماعات الإرهابية مؤخرا، وسنستمر في القتال حتى نقضي على الإرهاب. ميدانيا أعلنت أديس أبابا استعادة منطقة جيفرا بإقليم عفر ومنطقتي بورقة وشفرة على الحدود بين إقليمي عفر وأمهرة، وسط تقدم للقوات بمحور باتي كامبولتشا، في حين تحتدم المعارك على جبهات عدة. من جهتها تهدد قوة تيغراي بالزحف صوب العاصمة أديس أبابا محاولة قطع الطريق الرابط بين إثيوبيا الحبيسة وأكبر ميناء بالمنطقة في جيبوتي. كما أعلنت الجبهة استمرار القتال في جميع الجبهات، مناشدة شعب إقليم عفر التخلص من المجموعات التي تعمل لصالح الحكومة. وقد تسببت الحرب بتداعيات إنسانية كبيرة في إثيوبيا. وفي هذا السياق قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن عدد المحتاجين لمساعدة غذائية في شمال إثيوبيا ارتفع إلى أكثر من 9 ملايين شخص مقارنة بنحو 7 ملايين في سبتمبر الماضي. أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن الجمعة عن تدمير هدف عسكري لجماعة أنصار الله الحوثية في محافظة صعدة معقل الجماعة شمال غربي اليمن. وقال التحالف حسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية واس إنه دمر منصة إطلاق صواريخ باليستية شكلت تهديدا وشيكا في صعدة. هذا وعرض التحالف العربي صورا استخبارية وفضائية قال إنها لبعض تفاصيل عملية استهدافه دار الرئاسة في صنعاء فجر اليوم السبت.
أطلقت منظمة الصحة العالمية تسمية أوميكرون على السلالة الجديدة من فيروس كورونا، وأكدت المنظمة أن السلالة لها عدد كبير من الطفرات وبعضها مثيرة للقلق، وتشير المعطيات الأولية إلى خطر أكبر للإصابات المتكررة بهذه السلالة بالمقارنة مع السلالات الأخرى. قلق يدب سريعا في أرجاء العالم، يأتي ذلك في أعقاب ظهور متحور جديد من فيروس كورونا أطلقت عليه منظمة الصحة العالمية اسم الحرف اليوناني أوميكرون. المتحور الجديد أصبح مثار قلق عالمي مدفوعا بالتقارير القادمة من مختبرات جنوب إفريقيا حيث اكتشف لأول مرة، ولم يسبق لأي متحور جديد أن أثار هذا القدر من المخاوف منذ ظهور المتحور دلتا في الهند قبل حوالي عام. هذه التقارير التي تزامنت مع بدء موجة رابعة في بعض البلدان دفعت المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض لرفع مستوى التحذير إلى عال جدا، فيما أعلنت العديد من الدول وقف الرحلات الجوية مع بلدان جنوب القارة الإفريقية. إن المفوضية الأوروبية اقترحت اليوم على الدول الأعضاء تفعيل إجراءات الطوارئ على السفر من دول في منطقة إفريقيا الجنوبية ودول أخرى متضررة، وذلك للحد من انتشار السلالة الجديدة. ففي هولندا قالت السلطات إنها عزلت عشرات المسافرين القادمين من جنوب إفريقيا بسبب مخاوف من السلالة الجديدة، وأعلنت الولايات المتحدة أمس إغلاق حدودها أمام الوافدين من 8 دول في جنوب القارة الإفريقية، وكذلك أعلنت السعودية والإمارات والأردن والمغرب تعليق الرحلات الجوية من دول إفريقية عدة. وفي أحدث التطورات أيضا، أرجأت منظمة التجارة العالمية في اللحظات الأخيرة أول مؤتمر وزاري لها منذ 4 سنوات إثر ظهور سلالة أوميكرون. على الجانب الاقتصادي، سجلت أسواق الأسهم على جانبي المحيط الأطلسي أشد انخفاضاتها على مدى عام وأكثر، متأثرة بالتداعيات التي أحدثها المتحور الجديد أوميكرون. إلى هنا مشاهدينا نصل إلى نهاية النشرة، نشرة المنتصف من قناة الجزائر الدولية. نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، في أمان الله.